السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كريم جمال الدين من البرنامج الرياضي أخبار كريم، واللي هنتكلم فيه النهاردة عن فيديو مهم جدا عن نجمنا المصري محمد صلاح وتقييمه في مباراة نوتنغهام فورست من الصحف الإنجليزية. طبعا مباراة نوتنغهام فورست كانت خارج توقعات كل الناس كلها، وكان أسوأ الناس اللي بيفكروا في كرة القدم ما كانوش يعتقدوا ان فريق نوتنغهام فورست اخر الدوري الانجليزي هيقدر يفوز على ليفربول وصيف الدوري الانجليزي في الموسم الماضي، ولكنه ما حصلش بني عبيد في هذا الموسم. فريق خسر كل المباريات اللي لعبها خارج ارضه، ما قدرش يكسب ولا مباراة خارج أرضه، وده رقم سلبي كبير لصالح فريق ليفربول. يورجن كلوب للأسف خارج نطاق الخدمة تماما، وبيثبت أن الموسم السابع دايما في أي فريق بيقوده يورجن كلوب بيكون موسم نحس عليه، وفي النهاية بينتهي بإقالة المدير الفني من مكانه أو إن هو يروح لمكان تاني. محمد صلاح مش في مستواه، خط الدفاع كله مش في مستواه، خط الوسط كله مش في مستواه، الهجوم مفيش هجوم، مفيش غير اللاعب الوحيد اللي شايل ليفربول حتى الآن هو اللاعب أليسون بيكر اللي أنقذ مرماه من أهداف عدة في المباراة بتاعة نوتنغهام فورست، ونقص فريقه في مباراة مانشستر سيتي بالهدف اللي بصالي محمد صلاح، وقدر ان هو يجيب منه هدف وانقذ فريقه في اخر لقاء قبل اللقاء بتاع نوتنغهام فورست في ويست هام يونايتد، في اللقاء اللي قدر ان هو يتصدى فيه لركله جزاء. فهو احسن لعيب حتى الان في فرقه ليفربول من اول ما الدوري بدا. فهنتكلم دلوقتي عن تقييم النجم المصري محمد صلاح امام نوتنغهام فورست من الصحف الانجليزيه. لم ينجح النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل بشباك نوتنغهام فورست اللي لعب ضده لأول مرة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية والمواقع؟ شارك النجم المصري محمد صلاح في مباراة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي واللي انتهت بخسارة ليفربول من نوتنغهام فورست بهدف مقابل لا شيء. الصحف الإنجليزية وضعت تقييم لكل لاعب من ليفربول أمام نوتنغهام فورست حسب الدرجات من 1 لـ10. تقييم الدولي المصري كان موجود ما بين درجات 4 و5 و6 درجات، عشان يصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.1 درجة من 10. رأيي الشخصي ان هي درجة سيئة جدا لمحمد صلاح، ومش متعودين ان محمد صلاح يبقى بمثل هذا السوء. هل لان المباراة كانت بتتلعب الظهر مثلا؟ الله اعلم، ممكن يكون ده سبب، ممكن يكون محمد صلاح مش في كامل فورمته، محمد صلاح مش في كامل تركيزه، وده اللي باين قدامنا كلنا ان في كور كتيرة بتعدي من محمد صلاح ما كانتش بتعدي من محمد صلاح قبل كده، فواضح ان هو مش في مستواه والحظ مش معايا في اليومين دول. كان افضل لاعبي ليفربول أليسون بيكر وصل الى متوسط تقييم ل7.7 من 10 من 10، وهو فعلا يستحق احسن درجة في المباراة. انا لو مكان اي حد هديله 10 من 10 في هذا اللقاء، لانه لم يخطئ والهدف نفسه ما كانش غلطته. طيب، ايه التقييم اللي جابه محمد صلاح في المواقع والصحف الانجليزية؟ فبدأنا بزيزيس انفيلد اللي خد فيها 5 من 10، وزائكو خد فيها 5 من 10، وهو سكورد خد فيها 6.1 من 10، وفوت موب ستاتس خد فيها 5.4 من 10 من 10، وتي اي اي اقل درجة اديت له خد فيها 3.8 من 10 من 10. ومتوسط محمد صلاح
درجات 5.1 من 10. رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد متوقف عند 9 أهداف، واللي رفع الرصيد ده لمحمد صلاح السنة دي مباراتين، مباراة جلاسكو رينجرز اللي سجل فيها هاتريك، ومباراة مانشستر سيتي اللي سجل فيها هدف الفوز القاتل اللي قدروا ان هم يفوزوا بيه على فريق مانشستر سيتي. وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع فريق ليفربول اللي انضم ليه قادما من فريق روما في عام 2017 في صيفه. في 269 مباراة شارك فيهم نجم ليفربول ومنتخب مصر، و سجل صلاح 164 هدف وأرسل 67 تمريرة حاسمة. توج محمد صلاح ب7 ألقاب مع فريق ليفربول، دوري أبطال أوروبا 2019 و السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2019 والدوري الإنجليزي عام 2019-2020 وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن تقييم محمد صلاح أمام نوتنغهام فورست من الصحف الإنجليزية. في النهاية بنتمنى التوفيق لمحمد صلاح في الفترة اللي جاية، قدامه مباراة صعبة جدا في دوري أبطال أوروبا مع فريق اياكس، ونتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقه ويقدر ان هو يفوز في هذا اللقاء. كما نتمنى التوفيق لليفربول في الفترة اللي جاية، لانه بالمنظر ده مش هيوصل حتى للدوري الاوروبي، حتى الدوري الاوروبي مش هيوصله بالمنظر ده. المأمورية هتبقى صعبة جدا في بقية الموسم، فعلى يورجن كلوب ان هو يركز في الفترة اللي جاية، على محمد صلاح ان هو يركز في الفترة اللي جاية. وجت فترة توقف طويلة اهي، فترة كأس العالم هتبقى فترة توقف طويلة، وللأسف دايما بتبقى الدوريات كلها واقفة فيها، ولكن على يورجن كلوب في الفترة دي ان هو يعيد افكاره، بيبدأ يفكر تاني ويعيد اوراقه تاني ويشوف ايه اللي هينفعه وايه اللي ما ينفعوش في الفترة اللي جاية. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده، مع تحياتي لكم جميعا، كريم جمال الدين.